كان الاستيطان وملف الأسرى والمصالحة من بين الملفات التي ناقشها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، لكن ملف تسريع عجلة المصالحة والبدء بتنفيذ بنودها كان الأبرز فيما نوقش من ملفات. جميع الخطوات تسير في الاتجاه اللازم، وسيعقد اجتماع لجنة منظمة التحرير يوم 8 من شباط القادم. وحول وجود مبادرة عربية فلسطينية برعاية دولية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، نفت حنان عشراوي وجود أو طرح مثل هذه المبادرة على المجتمعين واضعة الأمر تحت عنوان التأكيد على متطلبات السلام وإلزام إسرائيل بها. لا، لم نتحدث عن أي مبادرة حتى الآن، ولا توجد مبادرات رسمية لإعادة المفاوضات. القضية هي ليست قضية العودة إلى المفاوضات، وإنما القضية هي إلزام إسرائيل بمتطلبات السلام. فوسط تحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة لأزمتها المالية وتضاعف الاستيطان الإسرائيلي وعزل القدس، يبدو أن الفلسطينيين يميلون لترتيب وتعزيز بيتهم الداخلي أكثر من أي وقت مضى. ما بين المصالحة والمراهنة، يميل الفلسطينيون أكثر نحو المصالحة هذه الأيام من المراهنة على أفق سياسي مع حكومة يمينية تلوح في الأفق يراها الفلسطينيون ساعية نحو سلام فارغ من أي مضمون. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من مقر الرئاسة الفلسطينية، رام الله.